تلسيري وضيفتي الليلة النائبة رولا الطبش. بنبلش بفقرات الكومبو الصيفي الشبابي مع علي ونوفا وفقرة نحن وين. لانا سنبلش من شط لشط، كريستينا جيل ورا جيل، رواد حبيت ما حبيت، وانتوني ابي زيد، وافلام عصيرة للهواة من العالم العربي، والليلة الفيلم من الجزائر. لانا رح بلش من عندك. لانا عم تقوم بجولة على ما تبقى من شواطئ بيروت ولبنان العامة. الاسبوع الماضي كنت بالرملة البيضاء وعدوك بانه رح يعالجوا موضوع النفايات بالمستوعبات للنظافة، شو صار؟ يعطيهم العافية. صراحة الشباب عم يشتغلوا، بلشوا يحطوا مستوعبات زيادة ومستوعبات حجمها أكبر، يعني وعدونا وأوفوا بوعدهم. لأنه كانت الشكوى إنه الناس اللي بدها تحافظ على النظافة ما عندها مستوعبات للزبالة لتحط الزبالة. خلينا نشوف، رجعت نزلت لنا مرة ثانية. وعدناكم فيه صدقنا، هو قلت لكم كنا بعدنا عم نجهزهم وعم ندهنهم، ومثل ما شايفين بلشوا احنا ننزلوا المستوعبات الزياده، بالاضافه لها كمان نحن اشترينا 20 برميل حديد وفي 20 ثانيين هلا عم نفتحهم ونظبطهم وندهنهم بشكل كثير حلو يكون ونوزعهم على الشط كلياته. نحن بينزل لعنا نهار الاحد بحدود 20,000 واحد، تصوري هيدي 20,000 واحد نازلين عيال وناس وكلياتها عم تاكل ومع اغراضها وبتتركها بارضها. ما حنقدر نلحق على كل شيء، عشان هيك هلا نحن عم نكتر المستوعبات قدر الامكان لحتى الناس ترجع تزيد. وبرجع بقول النظافه ثقافه، يا ريت كل الناس بتلتزم انه تزيد المستوعبات. حنحط المستوعبات واذا حتجوا مره ثالثه حتشوفوا المستوعب موجود فاضي والزباله على الارض. بس ان شاء الله يلتزموا ونضلنا نبرم عليهم هون ونقول لهم اذا بتسمحوا هاي المستوعب حطوا المستوعب ما تحطوا على الارض. كنا عم نحكي مع استاذ نزيه الريس وهو المسؤول عن شط رمله البيضاء، ممثل حمله الازرق الكبير. بس هو شيء مؤسف عم بيقول انه بكره، قال لك انه بكره بعد جمعه رح تجي يكون المستوعبات فاضيه والزباله على الارض. يعني استاذ رولا، يعني كيف تنزلي لشط رمله البيضاء؟ بيعني لك شيء هذا الشط؟ اكيد، يعني اولا البحر، يعني الشط هيدا يعني من اجمل الشغل المرافق السياحيه اليوم ببيروت. وتفاجئنا جمعة الماضي لما كنا عم نصور انه في سواح من السعودية ومن العراق. اكيد، لانه من اجمل الشطوط، يعني الرمل اللي موجود مش موجود بكتير غير مناطق، ولكن للاسف بنزعل بانه ما في اهمية. يعني اليوم في تلوث بالبحر، الشط منه كتير نظيف، ولكن اللي بعرفه حسب معلوماتي انه كذلك بلدية بيروت بالاضافة لبعض الجمعيات عم تتولى يعني الاهتمام بهيدا الشط، وكذلك ليكون مستباح امام العالم اللي هي بتنزل، ممكن تكون كذلك مجانيه ويكون افوردبل لكل الناس، ولكن يكون عندهم اقل ما يمكن انه يقدروا يستفيدوا من خدمات الشط. كيف علاقتك بالسباحه؟ كثير منيحه، بحب كثير السباحه، انا البحر هيك بيريحني، وبحب السباحه، بحب الشمس، بحب بيعطيك حياته، يعني الصيف حلو. بتفضلي الصيف؟ انا بفضل الصيف. ايه نعم. من نظافه الرمل البيضاء الى وضع الشط اللبناني بشكل عام، وبلشت تحكي بهذا الموضوع الاسبوع الماضي، كلنا وصلنا خبر عن تقرير رسمي بيقول انه كل الشط اللبناني ملوث 100%، رجع تبين انه تقرير محرف ومش دقيق. طبعا في عنا نسبه تلوث عاليه وكل العالم فيها يعني تصدق هذا الموضوع بكثير سهوله، مثل ما فينا نصدق انه في عبده رقصت بالفندق بروسيا امام المنتخب الروسي حتى ولو هي ما كانت بروسيا. بس في قصص دغري بنصدقها، وعلي يعني حسب الدراسات بنحب نصدق القصص الكاذبه اكثر من القصص المش كاذبه. اكيد، لانها هيك مثيره اكثر عاده. نعم، وبتمشي اكثر وبتصير فايرل وكل العالم 100%، وما بنتاكد يعني دغري نعمل لها شير. ليه هيك؟ ما بنتاكد، لنكون جزء من الحديث. نحن بالعكس، يعني نحن انا بتحمس اكثر لخبرك خبر عاطل من انه خبرك خبر حلو. نعم، يعني هيدا هيك طبيعة البحر. هلا شو بنعرف على الأكيد؟ إنه في تلوث بس مش ملوث 100%. على كل الأحوال عن هالموضوع حكينا مع مدير المركز اللبناني للغوص بسور يوسف الجندي. الفكرة نحن اللي بدنا نوضحها، ما في خبرية جديدة تلوث زايد كان هالسنة عن السنة الماضية. التلوث اللي موجود بعده موجود بالمناطق اللي معروفة لكل اللبنانية، هي ذاتها بعدها ما تغير شيء. لذلك ما في داعي للناس ترتعب، ويه ما بدنا ننزل هالسنة على البحر أو ما بدنا ناكل سمك. أساسا السمكة ما تأثرت ولا بتتأثر بهالتلوث. بحرنا هاي السنة مثل السنة الماضية ومثل السنة اللي قبلها، بس الجديد هو زيادة المتفلسفين بأمور البحرية وزيادة الناس اللي وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي كوبي بيست، بتنقل 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 بدون الرجوع إلى المصدر.
يعني يوسف ايمي قيامته عم بيقول انه الشط لسور مثلا او النقورة هي من انظف الشطوط، بس لازم تعملوا عمل جد بهذا المهم. يعني ما في مزبوط الشط سور بتحديدا بيقولوا انه هو من يعني دائما من الشواطئ اللي هي نظيفه، يعني دائما نعم. بالدراسات لما بيكون في تلوث انه شاطئ سور هو من الشاطئ نعم. النظيف، بس لازم كانوا نواب بيروت خاصه تعطوا عنايه اكبر لشط بيروت والصرف الصحي على شط بيروت. اكيد هي بشبط يعني شط يعني بيروت وجواره لازم اكيد، لان بالنهايه هيدا بحر يعني لكل على كل المناطق اللبنانيه. التلوث البيئة بشكل عام لنجي نقول البيئة بدها عناية، وفي دراسات كتير وفي ناس بتشتغل كتير على البيئة، فلازم كنواب بيروت أكيد من ضمن المشاريع الأساسية واللي عم ننسق فيها مع البلدية، والبلدية صار في تقدم كبير بهيدا المشروع لتنظيف الشواطئ والمحافظة على البيئة. يوسف شو عطاك ليأكد انه شط سور احسن شط بالعالم؟ اعطاني فيديو صوره من حوالي اليومين، الفيديو ببين التنوع البيولوجي اللي تحت الماء. اول شيء هو الاعشاب وفي بيض كالامار، وهذا الشيء يعني ببين انه الماء عن جد نظيف اللي عم يطلع. خلينا نسمع صوت كمان، هذا صوت البحر حلو بس حلو هيدا كمان فيها تكون يعني موضوع سياحه للبنان، يعني هذا مرفق كثير مهم. وفي كنت تتخيل مثلا رواد انه في هيك قصص عندنا ب بعرف انه في ناس بتغوص تحت الماي، بس انه من ولا مره انا شايفها. ايه هدول بيز وين شو اسمه الشط؟ بالجمل، منطقه الجمل. وهيدا دليل انه عن جد هيدا بيئه كثير صحيه اللي عم يطلع فيها هيدا العشب. كمان شغله ثانيه انه هيدا بيت كالامار، على فكره انا كنت مفكرته عشب، هيدا الشيء الطويل بيت كالامار هيدا الابيض. ايه منه عشب. انا بعرف انا هيك الكالامار، انا مره اشوف بيت الكالامار. على كل حال اذا انت عم تتعجب من الهيدا، كمان في زلاحف، بتعرف انه في زلاحف؟ بعرف يعني محمية الزلحفة بيستور كمان. خلينا نشوف وين الزلحفة، فرجونا الزلحفة هاي. هيدا زلاحف معمرة يعني عمرها بيكون كبير، وفي أثار كمان تحت الماء يعني نعم. اللي بحبوا يمارسوا الدايفينج بيشوفوا الاثار والمدينه القديمه لسور. قلت لي مين علي انت؟ قلت لي شفت زلحفه ببيروت كمان. شفت زلحفه هذيك اليوم على الروشه، يعني عن جد شيء كثير. واليوم تحديدا قريت انه مظبوط في زلحف بلبنان، بس عن جد انه اللي بيشوف زلحفه بيكون محظوظ لانه ما كثير ببيروت. بس هي يعني مثل ما قال رواد في محميه للزلاحف بلبنان بسور بيهتموا فيها، بس انه الزلحفة يعني حتى بعد 20-30 سنة بتجي بتبيض مطرح ما هي خلقت، ويعني لازم يكون في اهتمام بهيدا. في ولاء يعني إيه؟ في ولاء عند الزلاحف. ايه طبعا إيه لكن بكره عصور، لكن لناكل بكره كلنا على عصور لانه كمان يعني لانا سامبلاش عم تبرم من شط لشط، ولانه كانت طالعه صرخه بسور كانت هالاسبوع بشط سور. مظبوط سامبلاش مظبوط خيم سور، هن 49 خيمه كثير حلوين، بنصح العالم كلهم يروحوا يجربوا. وعن جد بحب 49 او 59؟ لا انا 49 بس هي مثاقبه اخر وحده رقمها 59. كلاود 59 هي اشهر وحده. يلا بس خلينا نشوف لانا بشط سور. أول شيء شط سور مرتب ونظيف، وثاني شيء شط رملة مش شط صخري،
وشط شعبي يعني بيشيل واحد هم ما بيدفع كثير مصاري ليجي عليه لهالشط، ما بيدفع كثير دخوليه يعني، بس بياخد طاوله او في يقعد لحاله، ما حدا بيرغمه بشي يعني. الحلو فيه انه عريض، ما بعتقد في شط مثله هيك لبناني. لا بالعاده اللي بيميز شط صور هو النظافه. الجمعه سبت احد بيجي كثير عالم يعني ما بتقدر، وعالم زي النمل، بحر نمل، بر نمل، خيم نمل، شو بدك تعدي لتعدي بالالافات. ابتداء من انقاذ بلديه صور وحرصا منا على سلامتكم، اطلب منكم بعدم الابتعاد عن الشاطئ بسبب الطيارات المائيه القويه. كثير بحب البحر، وفي وحده هلا كانت هونيك غرقت، ما بعرف وين غرقت، بس يمكن غامقه يمكن عادي، وهلا بعرفكم على حسونة. تعا حسن، انت بتعرفي تسبحي يا رنيم؟ كثير. بتعلمين سباحه يعني؟ لا انت كبيرة تعرفي تسبحي. شعرفك بلكي ما بعرف اسبح. الجو حلو وارخص من غير بسينات يعني. شو اذا بدي اطلب قنينة ماي جديدة تحقق شي 5000 يعني انه too much. انه لا اكيد جاية اسبح لانه كتير شوب، انا طالعة من بيروت يعني. بتتشمس يعني تعمل برونز مع الفازلين وكل شي. جاية اسبح وعمل برونزاج، ما في بار، بلكي شي سراوند سيستم شي شغلة وبار. كتير بالسباحة، أنا محجبة، هلا أنا حبي للمي مش طبيعي يعني، ومن أنا وصغيرة بسبح، وهن حرين يطلعوا فيها مثل ما بدهم يعني، بالنهاية أنا مبسوطة. هيدي السيرفرز بيلبسوها إنه للبحر. بتعمل إشي دايفينج؟ لا بعمل سيرف بس مش هون بالجية. بيقولوا الأسود بشوي، فأنا بلبس ألوان فاتحة يعني عادة، يعني رمادة فوشيا هيك ألوان. هذا أكبر عشان بحب كورة، بس كتير بحب أسبح كتير. لشوف قد ايه فيه يكون قوي. مين عم تشجع هالمونديال؟ الربحان. كله عم يخسر، كل فريق بنشجعه، كل منتخب عم يطلع برا، فمع الربحانين. في فرنسا عم يلعبوا لعب حلو يعني، فقررنا نصير مع فرنسا. البرازيل يعني كان فيها تربح مثلا، خسرت من ورا نيمار، بده يعمل فنيات فخسروا. بعد المانيا ما بحب شوف حدا. ألمانيا بس إيش ليبا دوشلاند. نحن هذيك المرة بالأربع سنين 7-1 للبرازيل. طب خبرني مين أحلى، ألمانيا أو لبنان؟ لا لبنان. أي ألمانيا، ألمانيا صديقة. إيران صراحة لأنه عن جد لعبوا منيح، لأنه عن جد هيدا حضرتها للجيم نوم، عن جد أنا حضرتها وكتير لعبوا حلو وحرام انظلموا. والمغرب كنا نشجع ألمانيا بس إنه هارد لك، نيمار كتير بيمثل ابدا ما بحب، بس انا حدا بيلعب كتير حلو ما بعرف. بحس احسن لاعب ادن هازارد ومبابي من فرنسا. انا كنت بشجع برازيل يعني، كانت ليله سوداويه، خزعت كل الصور، كل الاعلام البرازيليه، حتى على السياره كل الصور اللي معلقهم وكل التلزيق اللي معلقوا والبوستر كلهم قمتهم وشلتهم. فكنا عم نحضر اول ماتش، على الدقيقه 13 راحت الكهرباء، فرجع بعد شوي بتيجي الكهرباء، بدينا نتيجه 1-0 لبلجيكا، رجع على 31 راحت الكهرباء ورجع اجت، لكان نتيجه 2-0. بالعالم العربي في ناس بتبيع وبتشتري مباريات، بهذا المونديال لا منا مزبوطه، التنظيم الروسي ممتاز جدا. في كرواتيا راكيتيتش ومودريتش وهول. هيك على البحر حسيناك ضويتي. تعرف ايه، مشتاقة لهيك الرياحة و... نعم. هو الميزة بشط صور هيدا التنوع اللي فيه، انه ناس لابسة وناس شالحة عم يسبحوا حد بعض بهيدا يعني التجانس الكلي. وانا عم بحضر كنت عم فكر انه ما لازم يكون الملبس حاجز امام اهل الشط من ما يستمتعوا. صحيح. يعني هيدا احترام ل يعني حرية الناس، احترام لعاداتهم، و قول يعني البحر والسعادة وما لازم يكون حكر على فئة أو لون أو طائفة أو لبس أو هيدي الأمور. نعم. لأنا وين راح تكون؟ لأنا سنبلش، وين راح تكون جمعة الجاي؟ بالشمال. بعد ما قررت. منوعة يعني، مرة هيك مرة هيك. على كل أحوال مثل ما شفنا بالتقرير من حور ومن دور، وبنرجع إلى المونديال ونحن على هاي الطاولة من حور ومن دور، وبنرجع إلى حديث الأجيال مع كريستينا فخري، بما إنه بهالموسم الصيفي عم نضوي على جيل الألفية، يعني المواليد بين 85 و95، يعني الفئة العمرية بين 22 و34 اللي عبالنا بها
الكومبو نفهمهم أكثر، لأنه هن شوي شوي عم يستلموا وعم بيأثروا علينا. كريستينا عم ترسم لنا ملامح هالجيل كل أسبوع بناء على دراسات علمية عالميا عملت بهذا الموضوع. اليوم قررة تحكي عن الجيل الألفية وعلاقتهم بالمال والأعمال. صحيح. شو بتقولي لنا؟ في كتير اشياء تنقال، بس بما انه بدي اكون تشربو مش كل حلقه رح بلش اول شيء مع فكره صغيره عن الاعمال وبنرجع ننتقل للمال. بالاعمال بالشغل الميلينيالز هن دائما عندهم شيء اسمه الكارير ويفز مش الكارير لادر. يعني نحن متعودين انه بنفوت على شركه كنا من قبل بالجنريشنز اللي قبل، بنبلش مثلا ببوزيشن معينه وبنصير نطلع شوي شوي، بنطلع على هذا السلم اذا بدك الدرج. بس هلا صار في ويفز، يعني بيروحوا على شغل بغيروا الشغل بعد فتره، لانه هن هيدا الحياه اللي بيبحثوا عنها، ما بيبحثوا كثير عن الستابيليتي. اللي بهمهم اكثر هو شغل يكونوا عم بيحققوا فيه ذاتهم، ومعقول يفضلوا شغل بيحققوا فيه ذاتهم على شغل بيطلع لهم مصاري اكثر. وهن مدركه انهم بيتخرجوا من الجامعات انه بنفسيه مدير مش موظف. صحيح، يعني ما بيحب انه انت كمدير تجي تتعامل معه كانه هو بيشتغل عندك. سو بيحب انه انت تجي تعطيه فيدباك دائما، وكل ما هو عم ياخذ هذا الفيدباك منك كل ما هو اكثر موتيفيتد او عنده محفزات ليكون عم يشتغل احسن. سو اذا انت ما عم تعطي هيدا الفيدباك هو ما رح يكون ممكن يكون عم يبحث عن عمل ثاني بغير محل مثلا. نعم. هذا الشيء فوت يعني هذا الجيل بالحياة احيانا، يعني عمل له مشاكل بانه المجتمع والاعمال من بذات العقلية بذات الموجة. يعني هو شوي لانه تربى، اذا بتتذكر وحكينا من حلقتين انه تربى على الريوردز او على الجوائز او حتى الاشياء الحلوة التقدير مثلا، بحب يسمع هول الاشياء لانه من هو وصغير تربى عليهم. لو عمل شيء كتير صغير بياخد انه ريورد معينة، بياخد كاندي، بنقول له واو شو حلو. سو لما اجى على الشغل صار هو مفكر انه ايه هيك الحياة. سو اذا ما سمع شيء حلو، اذا سمع كريتيسيزم كل الوقت هذا الشيء معقول يخليه يروح يبحث عن عمل اخر. نعم. استاذة رولا، بتعاملك مع يعني جيلين من المحامين ان كان بالمكتب او بالمجتمع او بالمجتمع المدني اللي كنت ناشطة فيه، حسيتي بهالجاب بهالشرخ بين جيلك والجيل الأصغر اليوم، يعني الشباب اللي بالعشرينات؟ بلاحظ الغياب بين جيلي والجيل اللي قبل. يعني كان مفهوم إدارة مكاتب المحاماة وتطويرها مختلف عن اللي أنا فيه. لا، اللي أنا فيه اليوم واللي بنيته الجيل الجديد عم يكسب من هيدا التطور. بس أنا بحب أشير بهذا الموضوع مش بس لإطار المحامي، الشباب بشكل عام اللي عم نشتغل لهم، لأنه لا يعني اليوم الشباب عم تتخرج باختصاصات جديدة، عندها كلها أفكار جديدة وعندها هالحماس، والقطاع الخاص صار كتير ضيق وما عم يقدر يفتح لهم المجال يعبروا. فنحن عم نشتغل على أنه عم نطور عمل الشركات الناشئة لهالشباب تقدر تخلق their own business هني وتشجعهم. فكتير أول يوم في الجمعيات أو شركات عم بتساعد هالشباب إن كيف تفكر تخلق هيدا البزنس، كيف تطوره تحط له السيستم، ونحن عم نشتغل على الإطار القانوني والتشريعي إنه نحط لهم هالأمور اللي هي تقدر تسمح لهم ينشئوا شيء بطريقة سهلة ومبسطة، وعم ياخدوا كذلك حوافز من المصارف لتقدر يخلقوا. فنحن بدنا هيدا الشباب بالعكس نكسبهم اليوم، وهالعوائق اللي بحسوها بالشركات اللي هن ما قادرين يكبروا فيها انه يخلقوا البزنس تبعهم، هيدا المستقبل لهم. مشكله ثانيه انه ما بحسوا انه في فرصه لهم بلبنان، يمكن هذه المشكله الاكبر، لانه من خصائص الميلينيالز انه ما عندهم حدود الدول. فنحن عم نشتغل على هيدي الفرص. نعم. وعم نشجع اليوم كل هالشباب انها تقدر تتطور وتقدر تحقق اللي بدها اياه من لبنان، وعم نحضر لها هيدي القاعده سواء على صعيد نحن كقطاع خاص كنا عم نشتغل، وهلا على صعيد الحكومه. نعم. لانه كذلك دكتور رئيس مشجع كل هالناس الشباب اللي هي عم تطلع بافكار. نعم. جديده بالموضوع. بدي اعطي بس. نعم. شوي على كلام نائبة.
اوكي سو بيزيكلي هن عندهم هيدا الاسبري مثل ما عم تقول الستارت ابس بيحبوا يخلقوا ستارت ابس لانه ما بيحبوا 9 تو 5 نعم. وبالنهايه يعني بسبب هيدا الشيء شوي انتهت ال 9 تو 5 اذا بس في الدوام يعني exactly. بتسعى للخمسه بس كمان قلت شيء زعلان انه هن مش متفقين بلبنان او شيء هلا اظهرت دراسه بامريكا انه هن اكشلي بغض النظر عن كل هدول العوامل اللي بتخليهم يكونوا ما عم ينشوا قد الاجيال اللي قبل او ما عم يطلعوا مصاري قد الاجيال اللي قبل هن بالرغم من هيدا الشيء متفائلين وحتى اظهرت هيدا الدراسه انه اغلب اللي كانوا مشاركين فيها اذا هلا قالوا لهم انه انتم فليتوا من شغلكم هن بيفكروا انه بعد 3 شهور معقول يلاقوا شغل مثله او احسن نعم او هيدا الشيء اللي بيحط الفرق الكبير بين جيل الالفيه وجيلي مثلا صحيح. نحن يعني شو تربينا نتخرج من الجامعه ونفوت على وظيفه ونتدرج نتدرج نتدرج او نورت وظيفه شغل بينا او نفوت على مؤسسه بينا ونتدرج فيها هن لا اساسا بالجامعه بيكونوا عملوا ويب سايت انه عندهم مؤسستهم وهن السي او تبع مؤسستهم وما هيك عليهم هيدي الفيجن الجديده للشباب اكيد اكيد وهيدا ما بتنفهم اوقات من الاهل يعني انت فريلانسر قاعد بالبيت بتاخذ مثلا حاطط اللابتوب على البت تيبل وعم تشتغل انه بيجي بيقول لك انه بيفوتوا كل شوي بدك تاكلي موز مثلا انه انت انه انا عم اشتغل ما بيفهموا انه هيدا الشغل هو الاهل اكزاكتلي اساسا ما بيفهموا انه انت شو قاعده عم تعمل انه روح اشتغل روح اشتغل انه انا عم بشتغل بس انه ما عم بشتغل عرفت يعني في هيدا الكونسبت يعني انجح بزنس اليوم الشركات اللي هي تدار من المنزل اللي هي ما عندها قاعده وبزنس من شباب الالفيه بلبنان الى شباب الالفيه بالعالم العربي وهالمره هوات الافلام القصيره فيلم هالاسبوع من مسابقه منتور العربيه للافلام القصيره للهوات من الجزائر انتوني خبرنا عن الفيلم الفيلم هو هيومن ربح هذيك السنه الجائزه المرتبه الاولى هو من الجزائر مثل ما قلنا هو بيتعلق بالاطفال اللي عندهم متلازمه داون او تريزوميك 21 هدول الاشخاص بيتعرضوا كثير للتنمر من الاشخاص اللي محيطين فيهم وهذا النوع من البولينج او التنمر او حتى الوصم لانه بتعرف زمان بيعيطوا لهم ايام مونغولي هيدي الكلمه اللي حسب الدراسات بتقول حتى مش بس بالدول العربيه يعني بكل العالم بيستعملوا هيدا التيرم كوصم لهدول الاشخاص فهيدا الفيلم من الجزائر حاز على المرتبه الاولى خلينا نشوف ورح نشوف اذا البالو وانت معك يا مونغو إذن هذا الفيلم اللي بيدعي للأخوة وللمساواة بغض النظر عن الأشكال ربح السنة الماضية والسنة هلا بعدها مفتوحة بالمسابقة 100% كل الأشخاص يلي هن من الهواة بحبوا يقدموا حيلا فيلم مدته بين دقيقة أو 10 دقايق يكون عنده مسج واضح
حيالله سلوك خطر يكونوا عم بيوعوا عنه، بيكون فيه يقدموا عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي تابع على منتر العربية أو عبر الويب سايت اللي هو mentorarabia.org. شكرا لك أنتوني، اللي إذا ملاحظين أنه بشارة غاوي ناقص اليوم لأنه موجود بالأرز عم يحضر مهرجانات الأرز وعم يحضرنا كمان. خلينا نشوف بشارة. مساء الخير بشارة. بشارة بونسوار لافين وبونسوار لكل التيم. انا اليوم ماني معكم بالاستوديو بس لانه مثل ما شايفين وراي انا بمهرجانات الارز الدوليه اليوم الافتتاح، والافتتاح مع شاكيرا. الجمهور كله هلا ناطر شاكيرا تبلش في عجقه كثير على الطريق. بقينا 5 ساعات صراحه من بيروت توصلنا على الارز، بس اكيد السهره رح تكون حرزانه. انا رح الله راد ارجع لكم في حال غنيت شاكيرا وكا وكا خلال الحلقة اليوم، غنية المونديال بما انه الحلقة فيها اغاني خاصة عن المونديال. وبرجع بشوفكم الاسبوع الجاي ان الله راد. شكرا شكرا لك بشارة. على كل حال احنا ما بدنا شاكيرا لانه عنا كريستينا حداد رح تغني لنا بعد شوي وكا وكا. هلا رح نتوقف مع استراحة سريعة من بعدها علي ونوفا نحن وين والسوشيال ميديا الخاص بالنائب رولا الطبس.